بس بنطلع هون رح تشوفه حسب قديش بحط هاي ريزيستنس خارجيه رح تطلع معي 3 تيرمينز من الواند روتر ورح اشبك ريزيستر خارجيه حسب ما بغير قيمه الريزيستر الخارجيه فبتلاحظوا هون عندي ار 0 هي اذا فيش عندي اكسترنال ريزيستر يعني عامل شورت سيركت من برا هاي بتعطيني ذا هايست افشنسي بس ذا لوست ستارتنج تورك فالواند روتر اندكشن موتور بنبدا في مقاومه عاليه فمثلا نبدا ب 6 ار نوت ار 5 6 ار نوت فبتعطيني اعلى ستارتنج تورك وبعدين تدريجيا وهو المحرك بتزيد سرعته ببدا بنزل قيمه ار ميكانيكلي مثلا او باستعمال باور الكترونكس بصير بنزل قيمه ار لحد ما اوصل للبوزيشن اللي موجود هون طبعا الواند روتر اندكشن موتور له مشاكله ايش مشكلته الرئيسيه ايش المشكله الرئيسيه في الواند روتر مقارنه بالسكيرت كيج السليب رينجز لانه في سليب رينجز احنا بنحاول نتخلص من السليب رينجز لانه بصير عليها شرار ومشاكل مينتنس